أطلقت مديرية الصحة بأسيوط القافلة الطبية بقرية عرب مطير بمركز الفتح لتوقيع الكشف الطبي على المواطنين على مدى يومين ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة. تستهدف القافلة الكشف على 2000 مواطن وصرف العلاج لهم بالمجان، حيث تشمل القافلة كافة التخصصات كما تضم معملا للتحاليل وآخر لإجراء الأشعة. بنعمل قرارات علاج على نفقة الدولة فوق 50 قرار فوري، وبنعمل تحويلات للمستشفيات وقتي، بيبعتها تخصصات جميع التخصصات في القافلة. احنا عندنا 10 تخصصات، أطفال عيادتين وبطن عيادتين وصدر وأنف وأذن ونساء وتنظيم أسرة وجلدية، وعندنا تخصصات كتير وجراحة، وفي حالات بتتحول دايركت مباشرة من القافلة للمستشفى، والمستشفى بتتعامل معاها وبتعمل لها كل حاجة على نفقة الدولة. القافلة دي احنا حاليا بنشتغل قافلة حياة كريمة، وبنشتغل 100 يوم صحة، وبنشتغل مبادرات الرئاسية لاكتشاف الأمراض المبكرة. ده عمل نقلة كبيرة خالص للريف المصري. المريض المصري بيكشف بالكامل مع الفحص، وبيعمل أشعات وتحاليل والعلاج، وده كله بالمجان.